السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ريتاج إحياء فاميلي. اليوم كما تتشوفوا غادي نحضر معكم كيكة اللي تجي زوينة بزاف وناجحة 100%، والأهم بنينة. بلا ما نزيد نطول عليكم وندوزو المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 4 البيضات، 2 خمارات حمرين، 2 معالق كاكاو، 4 صاشيات هيرنيس، كاس ديال سنيدة، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب، والقليل من الروح ديال الفاني. في خلاط غادي نديرو البيض، البيض يكون متوسط الحجم، 4 البيضات، ونضيف عليه كاس ديال سنيدة. نخلطو الخليط مزيان تينسجم معنا البيض مع سنيدة. من بعد تنضيفو كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، القليل من الملح، شوية الفاني. بعد ما تخلطوا المقادير نزيدوا عليهم 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 2 صاشيات حمرين خمارة، وهيرنيس 4 صاشيات. نطحنهم باش ينسجم الخليط، ينسجموا كاع الخليط مع بعضياتهم مزيان. من بعد تنصبوا الخليط في المول اللي كنا دهناه من قبل ورشيناه بشويه الدقيق. حمام مريم غادي نديرو الشوكولاط يدوب معنا مزيان. من بعد ما داب الشوكولاط تنضيفو عليه 2 معالق ديال الحليب، نخلطوه مزيان. الكيكة من بعد ما خرجناها من الفران شوفوا كيفاش تجي زوينة بزاف، ناجحة 100%. تنصفو داك الخليط اللي درنا ديال الحليب والشوكولات اللي دوبنا بحال حمام مريم على الكيكة قبل ما تبرد، الأحسن تكون باقا سخونة. باش تشرب داك الحليب مع الشوكولات. بالنسبة للتزيين تيبقى اختياري، كل واحد يزينه بالطريقة اللي بغا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة ديالنا، كنتمنى تنال اعجابكم وجربوها، غادي زوينة ناجحة 100%. أي واحد جربها غتنجح معاه.
شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.